السلام عليكم ورحمة الله خويتاتي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنشارك معكم التحضير ديال هذه الحلوة. هذه حلوة ديال الكوك بالشوكولاط، حلوة سهلة واقتصادية وما فيهاش بزاف ديال المقادير. غنحتاجو 3 ديال المكونات فقط وسريعة في التحضير، غنوجدها في أقل من 10 دقائق وما نحتاجوش للفرن لا دقيق. وهذا هو الشكل النهائي ولا الشكل ديالها كيفاش كتكون من الداخل. كتجي زوينة ولذيذة وبنينة، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وجربوها وبقوا مع الطريقة ديال التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. في هذه الوصفة غنحتاجو التحضير ديال الحليب نستلي المحلى او المكتف. الى عندكم ديال الحانوت يمكن لكم استعملوا، الى ما عندكمش بغيتو توجدوه في المنزل غديروا الطريقه هذه. 2 كيسان كبار ديال الحليب و2 كيسان كبار ديال السنيده بنفس الكاس باش عبرتوا الحليب تعبروا سنيده باش يجيكم العبر هو هذاك ويجيكم الحليب مكتف وزوين بحال ديال الحانوت. وندير الحليب ديالنا فوق البوطون بعد ما نضيف عليه 16 ديال السكر فاني ونحركه باستمرار، ما نغفلش عليه وما نزيدش العافيه، نقص العافيه شويه ونبقى نحركه باستمرار 30 دقيقه تقريبا حتى يطيب مزيان ونشوف اللون ديالو تبدل ويطيب لينا مزيان. عاد نحيدو من فوق البوطو ونخليه حتى يبرد. هذه الساعه نستعملوه، واذا كتستعملنا كميه كثيره منه غنحتفظوا به في المجمد ولا في الثلاجه باش نستعملوه مره اخرى في حوايج اخرين، في حلويات اخرين وفي في الحوايج اخرين. المهم هذه هي الطريقه، كيجي ساهل واقتصادي حسن من اننا نشريوه من الحانوت. وكيبقى السر ديالو فاننا نحركوه ما نغفلوش عليه، نحركوه باستمرار باش ما يتكورش لينا وما يتحقش لينا. نحاول نضربوه بالضرب ديال الكيكه باش ما يجيش محروق ولا يجي مكور، ونخليه حتى يبرد مزيان. هذيك الساعه نستعملوه. فالتبسيل هذا غنوجد الكوك، الكميه اللي غنحتاج ديال الكوك على حساب الكميه اللي بغيت نوجدها. هنا درت شويه ديال الكوك وغنضيف عليها الحليب اللي وجدت معكم. مع الحليب هذا مازال ما برد، الى عندكم الوقت يمكن لكم تخليوه حتى يبرد عاد ديك الساعه تستعملوه. هذا هو الشكل ديالو النهائي ولكن باقي سخون. المهم انا غنعجن به الحلوه ديالنا. كنضيفوا الحليب على حسب الكميه اللي بغينا نعجنوها، الكميه اللي بغينا نوجدوها ديال الحلوه. كيف قلت لكم كنحتاجوا 3 ديال المكونات فقط، الكوك والحليب والشوكولاط. غنجمع الكوك ديالنا بهذا الحليب هذا مزيان ونحاول نعجنو مزيان، نخلطو مزيان بحال هذا الشكل. هذا نحاول نخلط الكوك باش يتشرب ليا هذا الحليب هذا، تشربوه مزيان حتى نشوفوه متماسك ومعلك. هاديك الساعة نبداو نشكلو منه كويرات صغار. هاد الحلوة هادي اسهل ما يكون، ما كتشدش نهائيا الوقت وما فيهاش المقادير كتار. يمكن نوجدوها لضيف الغفلة ولا نوجدوها لوليداتنا في ايام العطلة نهاية الاسبوع ولا في هاد الايام دابا ديال الحجر الصحي. يمكننا نجربو كاع الانواع ديال المأكولات والحلويات اللي ما عمرنا درناهم ونفرحوا وليداتنا باطباق زوينين بحال هاد الحلوى هادي محبوبة عند الاطفال وكذلك الكبار. ومن بعد ما خلطت الحلوى ديالي مزيان دابا غنكورها كويرات صغار كيف كتشوفوا بحال هاد الشكل هذا. نحاول ان نجمعوا الكوك ديالنا نجمعوه مزيان حتى نشكلوا كويره صغيره. نحاول نشكلوها بحال هاد الشكل هذا ونستوي فوق الطبسيله شي طبسيله اخر بحال هاد الشكل هذا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال العجينه ديال الكوك بحال هاد الشكل هذا. ندير نفس العمليه لكاع الكويرات اللي عندي، نحاول نضغط عليهم باش يتماسكوا ليا مزيان باش ما يتفرسوش ليا من بعد بحال هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. كيف كتشوفوا اسهل ما يكون
من بعد ما نشكلوها مزيان ونجمعوها مزيان كتجي بحال هذا الشكل هذا، سهله مهله. المهم من بعد ما ساليت التكوار ديال الكوك اللي عندي، العجينه ديال الكوك اللي عندي هنايا، درت الجميله، درت فيها شويه ديال الماء، ودرت الجميله اخرى وسط منها حمام مريم، غنذوب فيه هذا الشكلاط هذا، هذا الشكل هذا، هذه الماركه هذه ديال الشكلاط هي اللي كتجي زوينه في هذه الحلوه. هذه كيجي هذا الشكلاط هذا متماسك مزيان في الكوك، ما كيتسربش وما كيتحرقش دغيا. احسن شكلاط نزوقوا به الحلوه، احسن شكلاط هو هذه الماركه هذه. غنهرسو كامل ونديرو فيها الكسرونه هذه في حمام مريم، ونديرو فوق البوطه تكون العافيه مهيله، ونحركو باستمرار باش ما يتحرقش لينا، ونزوقو به الحلوه ديالنا. كيف قلت لكم هذه الماركه هذه ديال الشكلاط حسنا من الماركات اخرين، اللي كتجي كيجي الشكلاط جاري وما كيجيش متسك مزيان، وهذا زوين هذا حسن. وهذه هما الكويرات من بعد ما كورناهم ومن بعد ما زوقناهم بالشكلاط، غنستمر بحال هذا الشكل هذا بحال هذه الطريقه هذه. غناخذ الكويره ديال الكوك غنحطها فوق لا فورشيت، ونخفي عليها لاصوص ديال الشكلاط بحال هذه الطريقه هذه، حتى نشوف الكويره تشربات كاع الشكلاط، ضغطت كاع بالشكلاط اللي درت ليها بحال هذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. نخفي عليها الشكلاط حتى تغطى كامله حتى ما يبقاش يبان ليا الكوك، ونزيد نحطها في الطبيسيل الاخر باش ينشف ليا الشكلاط، تتنشف عاد نحيدها من داك الطبيسيل ونديرها في الطبيسيل ديال التقديم. هاد الطريقة هادي كيف كتشوفو ساهلة مهلة، كنتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم. هاد الايام دابا الناس جالسين، وكاين اللي ما عنده ما يدار، كاين اللي كان كيتمنى يجرب بحال شي مأكولات ولا شي ماركات ديال الحلويات. دابا عندكم الوقت، يمكن لكم تجربو المأكولات اللي بغيتو تجربوهم ولا تطيبوهم، ولا نتعلموا الاشكال ديال الحلويات، نتعلموا اشياء بزاف في هذه الوقيته هذه. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يفرج علينا ويرفع علينا الوباء ديال الكورونا، وترجع المياه لمجاريها، ويرجع الناس للمشاغل ديالهم والحياه ديالهم الطبيعيه ان شاء الله بحول الله. وهذه هي الطريقه ديال هذه الحلوه هذه، وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما صوبناها بحال هذا الشكل. ما احتاجنا لا فرن لا دقيق، احتاجنا ثلاثه ديال المكونات فقط اللي استعملنا في هذه الحلوه هذه، الحليب والكوك والشوكولاته وصافي وسنيده بطبيعه الحال. وهذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا من بعد ما نشفات. هذا هو الداخل ديالها، كتجي زوينه وبنينه والمذاق لا يقاوم. كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم كنتمنى تبارطاجوها مع اصدقاء ديالكم وصحاب ديالكم، وكنتمنى خوتي خواتاتي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، والله يديم عليكم الصحه والعافيه والراحه البال. وبسلام عليكم حتى مره اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.